وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى كتب للإنسان أن يعيش مراحل، ينتقل من مرحلة إلى أخرى، وهي قد نسميها المحبوسات، أن يحبس الإنسان في مرحلة ثم يخرج منه، من هذا الحبس إلى حبس آخر وإلى حبس آخر وإلى حبس آخر، وفي الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. المحبس الأول وهو لما خلق الله آدم عليه السلام فمسح على ظهره، مسح ظهره وأظهر له ذريته بصور وأرواح على أشكال الذر. فالله عز وجل أخذ على العباد وعلى الخلق حينها الميثاق أن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا، لقوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذا هو العهد. فالإنسان إذن من هذه المرحلة ومن عهد العهد، فالإنسان يكون محبوس إلى أن يصوره الله عز وجل بطن أمه. فهذه المرحلة الإنسان لا وجود له في، لكنه محبوس بظهوره لآدم عليه السلام، واسمه موجود وصفته موجودة. سجن. إذن عندنا سجن في الأزل عندما أخذ الله العهد على الخلق ومسح ظهر آدم عليه السلام، ثم سجن الإنسان في بطن أمه، ثم سجن الدنيا مدة من العمر، ثم سجن القبر. كم يمكث الإنسان في القبر؟ لا ندري ولا نعلم. قد يمكث الإنسان 20 قرنا، 30 قرنا، 40 قرنا، 1000، أقل أكثر، الله أعلم. المهم الإنسان مسجون فيه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذا السجن ينتقل منه الإنسان إلى سجن آخر، وهو حينما يخرج الناس من القبور إلى البعث إلى النشور. هذا المكان الذي يبعث فوقه الناس، أو هذه الأرض التي يبعث فوقها الناس، فلا يمكثون إلا مدة من الزمن، مدة من الزمن، وهم محبوسون على هذه الأرض، لا يرحلون عنها ولا ينتقلون إلا بأمر من الله عز وجل. سيغادرون هذا المكان، هذا السجن، إلى مكان آخر. ما هو المكان؟ المكان إما إلى الجنة أو إلى النار. هنا التحرر. إذن المحبوسات الخمس، المحبوسات الخمس كلها تحررها والتحرر منها هو أن يصير الإنسان إلى الجنة، حيث الفسحة، حيث الوسح، عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض
وعرضها السماوات والأرض وطولها لا نعلم كم طولها، لا يعلم ذلك إلا الله، هذا عرضها السماوات والأرض. إذن هذا هو التحرر، الإنسان يتحرر من هذا السجن، سجن الدنيا، ينجيه من كل السجون ويحرره من كل السجون، فيكسب من خلالها الجنة. كيف يتحرر الإنسان؟ يتحرر من الشهوات، يتحرر من الشبهات، يتحرر من المعاصي والذنوب، يتحرر مما يغضب الله عز وجل، يتحرر من مخالفات، يتحرر من قيود الشيطان وقيود النفس، يحرر ذاته، يحرر ذاته، لأن الإنسان قد يكون محبوسا لشهوة، يكون محبوسا لغضب، يكون محبوسا لشيطان، محبوسا لنفس والهوى، يكون محبوسا للمحرمات، للخمر، المخدرات، يكون محبوسا للتدخين، يكون محبوسا للنساء، يكون محبوسا للزنا، يكون محبوسا للخمر، للقمار، للميسير، يكون محبوس للسرقة، للظلم، للغش، للربا، هذه كلها محبوسات تحبس الإنسان عن الوصول إلى الجنة. فإياك أن تحبسك الشهوة، الشهوة العابرة. كم للشهوة من مدة؟ 5 دقائق، 3 دقائق، والمعصية تستمر في حياتك كلها، والنتيجة الوخيمة يوم القيامة. كذلك أكل الحرام، الذنوب كلها، إذن فهي محبوسات تحبس الإنسان عن التحرر. السلف الصالح كانوا يقاومون هذه المحبوسات كلها بطاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والمجاهدة النفس، مجاهدة النفس ومقاومة الشيطان والابتعاد عن ما يغضب الله عز وجل، يعملون من أجل أن يكونوا في الجنة، أن يسكنوا الجنة التي فيها النعيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة ما لا عين فيها رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي من أجلها يجاهد الإنسان، يجاهد النفس، يجاهد الشيطان، يجاهد الشهوات، يجاهد الشبهات، فيقاوم ويحارب، لأن الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفت بالشهوات والنار حفت بالمكاره. الجنة حفت بالشهوات، أي طريق الذي يؤدي، طريق المؤدي إلى الجنة محفوف بالشهوات، تجد الورود والزهور والعطور والبخور والجمال، هو في طريق الجنة. لا، الجنة لا تجد في هذا، تجد الأشواك. طريق المؤدي إلى الجنة ماذا تجد فيه؟ الأشواك، العقارب، الحيات، الحفر، مصائب، الأمراض، ابتلاءات، الاختبارات، كل ذلك تجده في طريق الذي يؤدي إلى الجنة. فعليك أن تحارب وأن تقاوم وأن تعمل وأن تبذل كل ما في وسعك لتقي نفسك من مضار، من هذه المضار ومن أذى هذه المخلوقات. إياك أن تقع في حفرة. والطريق المؤدي إلى الجنة فيه ظلام، ليس بمعناه الدين، وإنما ما تجده في طريقك، لأن دائما طريق الحق، طريق الجنة
فيه المخاطر، عليك أن تصبر وأن تكون على علم وعلى معرف وعلى أماكن الضر والسوء. أما الطريق الذي يؤدي إلى جهنم وإلى النار، إذن كما قلت الورود والزهور العطور البخور في الفرح، النكات الضحك، الشهوات المحرمات المناهي، هذا الطريق. ولكن النتيجة الأول، النتيجة إلى الراحة إذا صبرت. أما الثاني، الطريق الثاني إلى جهنم، الشقاء والتعب. لذلك من عاش في تعب في هذه الدنيا مع الدين مع الطاعة، الناس لماذا لا يحافظون على الصلاة خصوصا صلاة الفجر؟ لأن فيها تعب. لماذا لا يقومون الليل؟ لأن فيه تعب. لماذا لا يبكرون للمسجد؟ لأن فيه تعب. لماذا لا يصومون يوم الاثنين والخميس؟ لأن فيه تعب. لماذا لا يخرجون أموالهم في سبيل الله؟ لأن فيها مشقة وتعب. لماذا لا يكثرون من قراءة القرآن؟ لأن فيها تعب، فيه تعب، كل ذلك فيه تعب. ولكن النتيجة كاين تعب. فمن صبر وثابر وجاهد، يقوم الليل يصوم النهار يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل يصبر، فالنتيجة الجنة، الراحة. لأن الجنة لا عمل فيها ولا مشقة فيها ولا تعب فيها. الجنة لا منغصات فيها ولا عذاب فيها. الجنة لا سوء فيها ولا غل ولا حسد ولا بغض ولا معوقات. الجنة لا شيخوخة فيها ولا هرم. الجنة لا أكل ولا شرب كأكل وشرب الدنيا، لا تعب فيها. الجنة لا تنخم فيها ولا تفل ولا تبول ولا عرق ولا رائحة منتنة. الجنة لا ظلم فيها ولا اعتداء ولا غضب. الجنة لا فقر فيها. الجنة فيها الراحة والسعادة. الجنة تكون فيها ملك، ملك وأكثر من ملوك الدنيا بأضعاف أضعاف سعادة، خدم، حشم، كل شيء يوفر لك، مجرد أن تنوي فيحضر بين يديك. تريد أن تأكل انوي فقط يحضر الأكل. تريد نوعا من الفواكه تحضر وفوقك، لا مقطوعة ولا ممنوعة، في كل وقت وحين تقطف ثمرة فتعود إلى مكانها الأخرى. ما تأكله من نوع الفواكه والطعام تعيد أكلها أكله مرة أخرى، لا يكون مثل الأول في المذاق وفي الذوق، مشتبهات في اللون ولكن مختلفات في المذاق والأذواق. الجنة أسرة مرتفعة وزرابي ليست مثل زرابي الدنيا. الجنة كله ذهب وفضة بالاسم فقط، وإلا فلا مجال للمقارنة بين ذهب الدنيا. الجنة لا تراب فيها ولا حجر. الجنة لا شمس فيها ولا قمر ولا نهار ولا ليل، كله نور الله عز وجل. الجنة لا نوم فيها، لأن النوم أخو الموت. الجنة لا مرض فيها. الجنة لا طبيب فيها. الجنة لا دراسة ولا قراءة فيها ولا تعلم فيها. الجنة لا تكليف فيها. الجنة لا صلاة فيها. الجنة لا صيام فيها. الراحة والسعادة
الجنة فيها السياحة، أن تسيح ولا تستطيع أن تقطع وأن تسيح في الجنة كلها أبدا ما تستطيع، وإنما فيها سوق يوم الجمعة، هذا السوق لا بيع فيه ولا شراء، لا تشتري ولا تبيع، وإنما تأخذك الملائكة فتذهب إلى السوق، لأن الناس متفرقون في الجنان مسافات بعيدة، كل واحد أين يسكن، مع أولاده، مع أزواجه، مع الحور العين، فتذهب إلى هذا السوق لتتعرف وتعرف أين أصحابك الذين كنت تعرفهم في الدنيا، كانت معهم صداقة، مصاحبة، شراكة، معارف، كنت تصلي في مسجد سعد بن أبي وقاص مع أناس تعرفهم في مسجد كذا، في حي كذا، كنت تعمل مع فلان، لا أدري أين هم الآن، فتذهب إلى السوق فتلتقي من تلتقي، وأنت فلان، مصطفى، محمد، كيف حالك؟ وأين أنت؟ أنا في الدرجة الخامسة في الجنة. وأين أولادك؟ هم معي في الجنة، فلان وفلان معي في الجنة، وزوجتك معي في الجنة، وأبوك معي في الجنة، والحمد لله، وأنت؟ هم معي في الجنة إلا ولدي واحد هو في النار، نسأل الله السلامة، مسجون في النار، فيجتمعون، وأين فلان؟ لا ندري أين هو، فيذهبون إلى الملائكة ويسألون الملائكة، انظروا لنا أين فلان؟ من هو؟ فلان ابن فلان، فينظرون في السجل، فلان ابن فلان هو في الجنة في الدرجة السابعة، في الدرجة الثالثة، نزوره، نتزاور، نزوره، وفلان هو في جهنم، نسأل الله السلام، لا تستطيع أن تزوره، لا تستطيع أن تزوره. ويجلس الناس في هذا السوق فيتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا، فلان أتذكر يوم كنا في السوق كذا وكذا، أتذكر كنا نسكن في الحي الفلاني، أتذكر كنا نصلي في المسجد الفلاني مع فلان مع فلان، أتذكر أمور، نعم أذكر، فيضحكون، والله إذا كنا نلعب في الدنيا، نلعب في الدنيا، الحمد لله الآن نحن في راحة، وقد رأينا ربنا، رأينا ربنا سبحانه وتعالى، وقد رضي عنا وقال لنا أنتم خالدون مخلدون في جنتي، فأنا أرضى عنكم ولا أسخط عليكم أبدا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارحمنا، يغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، آمن رعاتنا، أصلح شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.